تفضل. وشادي موقع تليجراف مصر في كل مكان، اهلا بحضراتكم ولايف جديد. متابعين مع حضراتكم من مسجد الشرطه بالشيخ زايد، ولحظه وصول جثمان والده زوجة الفنان ايهاب فهمي لمسجد الشرطه بالشيخ زايد لصلاه الجنازه على الراحلة اللي وفتها المنية أمس. وكان أعلن الفنان إيهاب فهمي عن خبر الوفاة من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. نعاها الفنان إيهاب فهمي بكلمات مؤثرة من خلال البوست اللي كتبه على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام. وكان عدد من نجوم الفن حريص طبعا على يعني نعي الراحلة ومساندة الفنان إيهاب فهمي. وصل الغثمان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد منذ لحظات لصلاة الجنازة على الراحلة. طبعا الفنان إيهاب فهمي حريص على التواجد في كل أزمات نجوم الوفد الفني، حريص على التواجد يعني في جميع المواقف. إلى الآن وصل الفنان إيهاب فهمي وحيدا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لصلاة الجنازة على والد زوجته. ادعو للراحلة بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والخلوان. يعني هنكون متابعين مع حضراتكم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتغطية من جنازة والدة زوجة الفنان فهمي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا الفنان إيهاب فهمي يقف وحيدة حزين في الوداع الأخير لوالدة زوجته. عرفين بس صوتهم بيطلع معانا انت بتعرف.
رحلت والدة زوجة الفنان إيهاب فهمي عن عالمنا أمس. كان أعلن الفنان إيهاب فهمي عن خبر الوفاة من خلال أستاذ نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان عدد من نجوم الفن حريص على يعني مساندته ونعي الراحلة. زوجة الفنان إيهاب فهمي هي فنانة يسرى وهي فنانة معتزلة حريصة أيضا على مساندة نجوم الفن في كل المواقف الصعبة اللي بيمروا بيها رفقة زوجها الفنان إيهاب فهمي. الفنان الوحيد اللي حريص على التواجد حتى الآن هو الفنان منير مكرم. وصل الفنان إيهاب فهمي هو وزوجته وحيدان رفقة جثمان والدة زوجة مسجد الشرطة بالشيخ زايد لصلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة الظهر. دي موقع تليجراف مصر في كل مكان، هنكون مستمرين مع حضراتكم على مدار اليوم. وتغطية من جنازة والدة زوجة الفنان إيهاب فهمي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. نشكر حضراتكم على طول المتابعة وإلى اللقاء.